اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم. إن شاء الله محاضرة النهاردة هتتكلم على تأثير جديد ونوع جديد من أنواع أحمال الاستاتيكي، اسمها أحمال القص الاستاتيكي. زي ما درسنا قبل كده سلوك المواد تحت تأثير أحمال الشد وأحمال الضغط الاستاتيكي، وبعد كده انتقلنا لدراسة سلوك المواد تحت تأثير أحمال الانحناء الاستاتيكي. النهاردة هننتهي بأحمال القص الاستاتيكي، لأن احنا قلنا نوع الحمل المؤثر لدراسة أنواع المواد المختلفة، إن كانت مواد مطيلة ولا مش مطيلة ولا قصفة. قلنا نوع الحمل المؤثر اللي كنا بنشتغل بيه من أول الترم هي الأحمال الاستاتيكية. طيب طبيعة الحمل كانت في البداية شد وضغط وانتهينا منها، وبعدين قلنا انحناء، واخر طبيعه لتاثير استاتيكي هتبقى احمال القص. طيب تاثير حمل القوى الاحمال الاستاتيكيه بتكون ازاي؟ احنا قلنا عندنا اي عنصر انشائي بيتكون في الفراغ بيكون عندي التاثير عليه في ثلاث تاثيرات، يا اما عمودي على المقطع المستعرض ومحوري ودي حالات الضغط والشد، يا اما عمودي على المقطع المستعرض وغير محوري وده بيولد انحناء ودي حالة من حالات الانحناء، يا إما عمودي على المحور الطولي بأحمال مركزة أو أحمال موزعة ودي برضو حالة من أحالات الانحناء الاستاتيكي. الحالة الثالثة والأخيرة من التأثير وهي مماس للمقطع المستعرض أو موازي له، التأثير مماس للمقطع المستعرض أو موازي له. يبقى لما نتكلم النهاردة زي ما كنا بنتكلم على دراسة سلوك المواد المختلفة تحت تأثير الأحمال الاستاتيكية، وده نوع وده نوع، الحمل المؤثر حمل استاتيكي ده نوع وطبيعته، النهاردة قص وتأثيره فين بقى؟ مماس للمقطع المستعرض أو موازي له. طيب مقاومة المواد للقص مسألة ضرورية؟ ضرورية وهامة في تصميم كتير من المنشآت المعدنية بالتحديد، وبتكون دايما فين؟ بتكون دايما في الوصلات الترابط، إن كانت وصلات عن طريق مسامير اللي هي اللي بنسميها الريفت جوينتس، أو عن طريق الويلد جوينتس اللي هي عن طريق اللحام. فالكمرات المعدنية الموصلة عن طريق ريفت أو عن طريق ويلدد بتكون فيها التأثير بالقص مباشر، مباشر خالص على المماس للمقطع المستعرض للمسمار أو منطقة الرحاب، وقد تكون في بعض من العناصر الخرسانية في التشيك بتاعها عن طريق القص علشان أصممها تقاوم مناطق القص بتاعتي في الكمرات التي عليها عزوم انحناء، لأن أي حالة عنصر عليه انحناء يتبعه دايما إيه؟ قص. فتظهر أهمية القص في أن مقاومة المادة للقص هي التي تتحكم في مقاومة المواد المطيلة لقوة الشد، كذلك في مقاومة المواد القص لقوة الضغط، حيث أنه قد تبين قبل كده من شرحنا أن معظم حالات الانهيار في المواد تكون في قوة الشد أو الضغط تكون في أغلب الأحيان من إيه؟ من تأثير قوة القص. فشفنا الانهيار في الشد كان دايما تكوين الرقبة والانهيار بيها يكون على زاوية 45، في الضغط نفس الكلام كان بيدينا 45 زائد فاي على 2 اللي هي برضو زاوية قريبة من انهيار قص وكان مصحوب بالتأثير الاحتكاك الداخلي. شفنا بعض حالات انهيار اللي بتحدث في الانحنى وبتكون سببها برضو ايه؟ القص. والقص هي حالة انزلاق جزء من المادة على جانب من مقطع مستعرض معين على باقي المادة الواقع على الجانب الآخر من المقطع، ويكون ذلك نتيجة تأثير قوى القص أو تأثير عزوم الالتواء. والقوى التي تسبب قص هي التي تؤثر في اتجاه موازي لإيه؟ للمقطع المستعرض. يبقى القوى المسببة لأن أكون بقيت جوه طبيعة القص
او حاله القص بتكون فين؟ فين التاثير بقى المره دي؟ في اتجاه موازي للم او مماس للمقطع المستعرض والقص. انت لسه من شويه بنقول التاثير ثلاثه، يا عمود على المقطع المستعرض، يا عمود على المحور الطولي، يا فين؟ مماس للمقطع المستعرض. يبقى حاله امتى قوه القص تحضر؟ لما تكون في الحاله اللي بتاعت مماس المقطع المستعرض. وغالبا تحدث حاله القص من تاثير قوه ضغط او الشد، وتسمى بالقص المباشر. يعني ممكن يحدث قص مباشر من تأثير مباشر من قوة شد أو ضغط، وهنشوف الكيسز دي بعد كده، أو تأثير القوة المسببة للإنحناء وتسمى قص الإنحناء. وأيضا تحدث حالة القص الخالص تحت تأثير عزوم الالتواء والمسببة لانزلاق المقاطع المستعرضة للعينة المختبرة على بعضها البعض غير مصحوبة بعزم انحناء كما في حالة القص المباشر، ويسمى قص الالتواء. يبقى كده نقدر من الكلام ده نقول إيه؟ تنحصر بقى مش انواع الانهيار، تنحصر انواع القص في ثلاث انواع: يا قص مباشر وده بيتبع قوه شد او ضغط، يا قص انحنى وده بيتبع حاله انحناء لازم يكون عندي عزم انحنى مؤثر على العنصر بتاعي، او قص التواء. والثلاثه بينحصروا في المسبب الاساسي، ان المؤثر بيكون فين؟ مماس او موازي للمقطع المستعرض. كلام بعيده كتير لان هي دي تعتبر الكيس الثالثة من التأثير للوصول الى طبيعة الحمل المؤثر، ان كان شد ولا ضغط، واذا انا عمود على المقطع المستعرض ومحوري، وان كانت حالة انحناء عمود على المقطع المستعرض وغير محوري او عمود على المحور الطولي، ان كانت حالة قص مماس للمقطع المستعرض او موازي له. تمام. النهارده هنقدر على قدر المستطاع نغطي نوع او نوعين من انواع القص، ونستكمل بعد كده في المحاضرات التاليه ان شاء الله. فنبتدي بالقص المباشر. في القص المباشر بيكون ازاي؟ عندما نؤثر على المقطع المستعرض لعينه مختبره بقوه موازيه او مماسه لهذا المقطع في اتجاه رأسي أو أفقي أو مائل، بشرط عدم وجود لا مركزية في حمل القص للوصول إلى القص الخالص، والذي يحدث في تأثير قوتين متوازيتين. نشوف كده الشكل اللي على الناحية الشمال دي. أنا عندي بلتة أهيت، وعندي بلتة تانية، والمؤثر عندي كيو، قوة زي البي، بس دايما قوة القص المؤثرة بيرمز لها بكيو كابتر دي. ودي حالة من حالات ايه؟ شد. بشد البلتة دي وبشد البلتة المقابلة ليها. طيب كويس خالص. الرابط بينهم ايه؟ مسمار، شايفينه اهوت في الرسم. وجايب لك ان في مفيش مركزية هنا، لان جايب لك ان السنتر لاين بتاع البلتة اللي فوق والسنتر تايب اللي تحت البعد بينهم ايه؟ لكن انا ما يعنينيش التأثير على البلتة، لان التأثير على البلتة الكيو بيتولد على البلتة بتاعتي لها مقاومة اسمها مقاومة شد دلوقتي. لكن القوة بتتركز فين؟ القوة بتتركز عند المسمار في المنطقة اللي هنبينها دي. القوة بتتركز فين؟ بتتركز القوة بتاعتي في المنطقة اللي هنتعلم عليها دي اللي هي فين بالضبط؟ اللي هي في الجزء الفاصل بين الجزء الفاصل ده في المقطع المستعرض من المسمار. يعني لما بشد بكيو دي وكيو التانية المقابلة ليها دي، الاتنين لما بشد من هنا ومن هنا بتنتقل القوة على المسمار ده ومماسة للمقطع المستعرض، فتكون على المسمار او مقطع المستعرض في اجهاد ايه او مقاومة ايه؟ اجهاد قص. لكن تأثيرنا يعتبر ايه؟ تأثير قوة قص. يبقى قوتين متوازيتين. لو على محور واحد مرحبا، يبقى يعتبر قص مباشر خالص، لكن دول مش على محور واحد كل. لكن لما بنيجي نركز في التأثير، لو حصل انهيار في البليتة خلاص يبقى المسمار قوي. طب لو البليتة قاومت، الحمل ده ينتقل فين؟ الحمل الكيو ده ينتقل عمودي على المقطع المستعرض، مماس للمقطع المستعرض للمسمار، وفي الحالة دي هيبقى المؤثر مؤثر قص مباشر. ده قص مباشر، وبيسموه قص مباشر مفرط. تمام. يبقى اي قوتين منعكستين بشد او ضغط يمثلوا على ده
يمثلوا على الحالة اللي قدامنا دي حالة قص أو تأثير بالقص. والمقاوم هنا عشان دي قوة الشد هيبقى إيه؟ هنقول له إن إجهاد القص في الحالة دي هيساوي الكيو دهيت على مساحة مقطع المسمار، يبقى قريب جدا من نفس السيجما كومبريشن أو سيجما تنشن. سيجما تنشن كنا بنقول إيه بي على إيه؟ بي على الأريا المقابلة. يعني لو أنا جبت البليتة دي وقلت له بتشيل سيجما تنشن، هقول له بتساوي كيو على مين؟ على الأريا بتاع البليتة. لكن في الحالة دي أنا بشتغل على قطر المسمار، يبقى ايجاد القص اللي موجود هنا المباشر هيكون فين؟ على المقطع المستعرض للمسمار الرابط بين التوبليتس دول. ماشي. طب وهتبقى السيجما شير في الحاله دي او ايجاد القص في الحاله دي هيساوي ايه؟ هيساوي كيو على مين؟ على الاريا بتاعه المسمار او مقطع المسمار. وده بيسموه قص مفرط، يعني اتوجد نوع واحد من الاجهادات. طيب ايه الكيس الثانيه اللي قدامنا اللي على اليمين اللي شكل حرف اس دي؟ دي ممكن تكون فين؟ قال لي دي بتكون في الخرسانة. ازاي في الخرسانة يا سيد الدكتور؟ قال لو انا عايز اركز الاجهادات على شكل قوة قص بجيب مكعب خرساني زي اللي قدامي ده، بتخيل ان ده ايه؟ مكعب خرساني. طيب شكله زي المكعب سي، نكمل حتى الشكل اللي قدامنا ده ونتخيل ان ده كان مكعب كامل كده، تمام اهوت ماشي، ونوصل ده كده نوصل ده بده مكعب بالشكل ده. اوكي. ده كان يعتبر مكعب كامل، كان يعتبر مكعب كامل. وعملنا فيه ايه؟ عملنا فيه جروف، الجروف الاولاني اللي بين فوق والجروف اللي تحت بقى على شكل حرف اس. لان لو سبت المكعب كامل مثلا سي مكعب مقاساته 15 في 15 في 15 واثرت عليه بقوه زي البي موزعه من فوق، يعتبر المكعب حجم في الضغط، وفي الحاله دي يبقى عليه كومبريشن بس. هنقول سيجما كومبريشن بتساوي بي على الاريا بتاعت السطح اللي هي الاريا اللي قدامي اللي فوق دي. لكن انا دلوقتي عملت في التجروف ليه؟ علشان الاجهادات التحميل اللي جاي من فوق، لو انا حطيت بلتة اقوى من اجهاد كسر الضغط بتاع المكعب الخرساني هتنزل الاجهادات وتوزعها فين؟ شايفين الخط المنقط ده؟ في المنطقه اللي هي تعتبر بيتعامل فيها مع المقطع المستعرض اللي انا هعلمها دي، الجزء ده. وكمان الانهيار بيكون فيه، فعند الدايره اللي انا عملتها دي بتتركز اجهادات الضغط في الحته دي. وفي الحاله دي اقدر اقول له برضو ان السيجما شير بتساوي ايه؟ قال لي هتساوي القوه المؤثره اللي هي بي اللي هي تعتبر قوه ضغط. يبقى هنا بقوه ضغط قدرت اصل ايجاد قص. بس فين قوه الضغط؟ قوه الضغط بتكون على المساحه العلويه او المساحه العلويه للمكعب. لكن الانهيار لما اركزه في الانهيار في منطقه اسمها منطقه قص هتكون ال ايجاد القص هيساوي ايه؟ قال لي هيساوي الحمل المؤثر على الاريا دي، على الاريا اللي موجود عليها الدايره دي. طب الاريا دي بتساوي ايه؟ قال لي بتساوي ايه سمول ايه قدامنا هي في عرض المكعب اللي هو بي، تمام. طيب يبقى برضو العلاقه جت من علاقه الكومبريشن عادي، ان السيجما كومبريشن كان بتساوي بي على الاريا، والسيجما تنشن في المثال اللي قبليه كان بتساوي بي على الاريا. يبقى في حاله الشد المؤدي الى قوه قص يبقى اجهاد القص بيساوي زي في قيم الاجهاد الشد، مش نفس القيم، نفس العلاقه بتاعت اجهاد الشد. يبقى لو كانت هنا كانت السيجما تنشن بتساوي الكيو على الاريا للبلتة، هتبقى السيجما شير هتساوي الكيو على الاريا بتاع المسمار. الـ 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 لو دي مكعب خرساني او ماده مواد قصفه
ويتم انهيارها عن طريق تركيز قوة قص زي ما عملنا فيها الشيب اللي على شكل حرف اس، وقلنا ان السيجما كومبريشن على اي سطح من الاسطح بتاعته او السطح المؤثر عليه بالقوه هيساوي بي على الاريا، هتبقى برضو السيجما شير او اجهاد القص هتساوي الكيو المؤثره او البي المؤثره على مين؟ على اريا الانهيار اللي هي تعتبر ايه؟ سمول في بي سمول. وده برضو بعتبره حاله من حالات القص المباشر للايه؟ المفرط. ماشي يا جماعه؟ طيب غالبا حدوث القص الخالص تحت تأثير قوى الشد أو الضغط نادرا حدوثه عملي إلا في حالات خاصة زي ما اتفقنا عند الشدات المعدنية، لأنه لابد من وجود مسافة بين قوتي الشد والضغط ولو بسيطة والمسببة لحدوث قص بمقطع العينة المختبرة. لذلك تسمى حالة القص في هذه الوصلة المبرشمة بالقص الإيه؟ المباشر، حيث يتعرض مقطع مسمار البرشام إلى قوة اسمها كيو وعزم انحناء ولو صغير بيساوي كيو في ايه، ولكن عمليا اهمال تأثيره بيعتبر ان قوة القص اللي موجودة هي الاكثر تأثيرا، وعليها زي ما احنا قلنا قبل كده في شكل لو انا بأثر بالشكل السابق اللي كان قدامنا هتبقى بقى الكيو بتاعتي دي دليل لإجهاد مين؟ دليل عن إجهاد القص. يعني بدل ما بنقول سيجما شير، بدل ما كنا بنقول سيجما شير اوكي، هنقول له دي بتساوي، هنقول له بتساوي كيو، يبقى اجهاد القص هيساوي ايه؟ يبقى اجهاد القص في الحاله دي هيساوي ايه؟ اللي هو اجهاد القص قيمته هتساوي بي على الاريا. دايما كلمه كيو سمول كيو مدلول عن اجهاد القص، وكابيتال كيو مجهود عن قوه القص، فقال لي بي على الاريا، شال البي وحط مكانها الكيو، على اساس ده تعبير بيستخدم في كتير من المعادلات الوضعيه التي تستخدم في التصميم، فمعترف ان الكيو مدلول عن السيجما شير، والكيو كيو سمول وكيو كابيتال بتدل عن الشير فورس. وباي دي سكوير على 4 دي قطر المسمار. اما القص الخالص فانما يكون التوصل اليه عن طريق تجهيز العينه على شكل حرف اس، لكي نركز تأثير قوى القص على خط تأثير واحد بتوزيع منتظم على المقطع المعرض لقوى القص كما هو موضح في الشكل السابق برضو، وتكون قيمة إجهادات القص الخالص في الحالة دي هتساوي إيه؟ برضو الإجهادات بتاعتي هتساوي إجهادات القص هتساوي إيه؟ هتساوي بي على إيريا، يعني برضو كأن إن سيجما شير بتساوي البي على الإيريا اللي هي بتساوي كيو على الإيه في البي، ودي وشفناها أهوت قدامنا هنا وهنا، الاتنين موجودين أهوت، أوكي؟ يبقى انا اقدر اقول له هنا ان لو انا عايز اكتب العلاقات تاني تكون واضحة قدامي، اقول له ان هنا الكيو سمول بتاعتي، او يا سيدي قبلها لو قلنا السيجما شير هتساوي كيو سمول هتساوي المؤثر هنا كيو، يبقى القوة سمول كيو دي إجهاد وكابيتال كيو دي قوة، هتساوي على مين؟ على الأريا بتاعت الريفت بتاعي. تمام، نفس الكلام هنا هنقول له برضو السيجما شير هتساوي كيو، دي العلاقات اللي مكتوبة في الصفحة اللي بعديها أو مكتوبة هنا كمان، اللي هو يعتبر كيو سمول، هتساوي البي المؤثرة، أو يا سيدي هنعتبر البي دي برضو كيو كابيتال، مقسومة على مين؟ مقسومة على الأريا اللي هي بتساوي إيه سمول في بي سمول. اوكي تمام، نفس العلاقات اللي احنا وقفنا عندها هنا واتفقنا عليها، ده نفس الكلام اللي احنا قلنا هناك.
دي نفس العلاقة، ان اجهاد القص بيساوي القيم دي او القيم دي، يبقى ظهر قدامنا هنا وظهر على الاشكال اللي كنا بنتكلم فيها على القص المباشر، اول حالة من حالات القص المباشر. طيب نقدر بقى نقول له انواع القص المباشر، ده النوع الاول من انواع القص على فكرة، والمؤثر دايما يا قوة ضغط يا قوة، يا قوة ضغط يا قوة شد. طب انواع القص المباشر قد تكون ايه؟ قص مفرد، اه، قص مزدوج، اه، قص ساقط. خد بالك انا بتكلم على انواع، احنا كنا قبل كده في حالات الانهيار بالقص كنا بنقول انهيار قص مزدوج، انهيار قص مفرد، وده عند نهاية الاحمال الاستاتيكية او تأثير الاحمال الاستاتيكية او دراسة سلوك المواد فيها هنبقى نقول مقارنتين كده، ما هي حالات الانهيار بالقص المفرد وحالات الانهيار بالقص المزدوج. انا دلوقتي بتكلم على انواع اللي منها ممكن يحدث انهيار مفرد او انهيار مزدوج، ده حاجة تانية، لكن اللي كنا بنتكلم قبل كده حالات الانهيار في الضغط او الشد او الانحنى كنا بنتكلم عليها حالات انهيار مش انواع. اما النهارده بنتكلم على نوع، فالنوع ده اسمه نوع قص مفرد، اسمه قص مباشر مفرد وقص مباشر مزدوج وقص مباشر ثاقب. يبقى للقص المباشر ثلاث انواع، مفرد مزدوج ثاقب. الحالتين على فكره احنا درسناهم من شويه يعتبروا من حالات القص المفرد. طيب ايه كمان اللي في قص المفرد؟ يبقى فضلا على الحالتين اللي احنا قلناهم عندي قص مفرد. قص مفرد يعني ايه؟ ان قوة القص تؤثر على مقطع مستعرض ايه؟ نجيب القلم ونبين، بتأثر على مقطع مستعرض واحد فقط. يبقى امتى اقول قص مفرد؟ اما تؤثر على المقطع المستعرض ايه؟ واحد فقط في العينة المختبرة، وده ظهر في الاثنين اللي فاتوا، اه. واجهاد القص في الحاله دي بيبقى بيساوي ايه؟ بيساوي قوه اجهاد القص اهوت، اجهاد القص المفرد اهو، هيساوي ايه يا شباب؟ هيساوي قوه القص مقسومه على اهيت، مقسومه على مين؟ مساحه المقطع الايه؟ المقاوم لقوه القص. يعني بيبقى قوه على اريا واحده، تمام؟ طيب هل الحالتين، معلش نرجع تاني، هل الحالتين دول فيهم اكتر من اريا؟ لا، اريا واحده. يبقى ده حالات من قص مفرد، اه، دي حاله قص مفرد تحت تاثير قوى الشد، ودي حاله من حالات القص المفرد تحت تاثير قص مباشر مفرد تحت تاثير قوى الضغط. وهنا الكيو، لو ركزنا هنا كيو على اريا وهنا كيو على اريا، تمام؟ طيب يبقى ده، لكن دي حاله كمان من حالات القص المفرد. يبقى قص المفرد كام كيس؟ قد يكون ثلاثه، المؤثرين اللي فاتوا ومؤثر عامل زي الكانتيليفر. لو انا عندي وول كبير كده او عمود طالع منه كانتيليفر، اثرت عليه بقوه على حرفه من الخارج، نشوف ده، اثرت عليه من الخارج بقوه زي ما ولتكن بي، لما البي تحدث انهيار، بتحدث انهيار فين؟ بيحدث الانهيار في الحته اللي انا هعلم عليها دي اهيت، عند الدايره اللي علمت عليها. طب دي تعتبر ايه؟ قال لي لما اجيب قوه القص عند اجهاد القص عند القيمه دي هتساوي البي المؤثره على الاريا دي. طب الاريا دي بتساوي ايه؟ بتساوي ايه في بي؟ ظهر قدامنا كويس خالص اهي، ان تاني اقدر اقول له ان الكيو سمول اهيت، نفس العلاقه ديت اهيت، اهي بتساوي ايه؟ كيو على اريا، اللي هي ممكن تساوي ايه كمان؟ نفس الكيو او البي، خلاص هنحترم قيمه كيو كابيتال، مقسوم على ايه؟ على مين يا ولاد؟ على الاي اللي هو الاريا العرض ده اللي هو الاي، مضروبه في مين؟ في البي اللي هي الارتفاع، اهي في بي، خلاص. يبقى حاله من حالات القص المفرد. عندي كم قص مفرد؟ ثلاثه، تحت تاثير قوه شد زي البلتتين والمسمار الواحد، زي الحرف الاس اللي قلنا بنقصر عليه عشان نركز الاجادات ويكون الانهيار في منطقه قص، وزي الحاله اللي قدامنا دي ان حصل انهيار هيبقى في الترابط ما بين الكانتيليفر والوول اللي ماسكه، ودي ثالث حاله من حالات القص المفرد، تمام. النوع اللي بعد كده قص مزدوج. طب مزدوج يعني ايه؟ يعني الانهيار ممكن ياتي في نقطتين. طب يبان ازاي؟ شايفين الرسمه اللي قدامنا دي اللي على الشمال عندي بلته بقى ايه؟ اثرت عليها بحمل بي، تمام، وعندي بلتتين الناحيه الثانيه كل واحده بي على اتنين يتوازوا مع البي، فدي قوه شد؟ اه قوه شد. طب كويس،
يبقى انا اثرت بقوه شاده اهيت بي وبي، بي على 2 وبي على 2 قصاد البي بتاعتي. كويس خالص. المقطع المستعرض للمسمار اللي قدامي ايه، ولكن هنا المسمار له كام نقطه ترابط؟ نقطتين. فين؟ واحده اهي واحده اهي، كام؟ اتنين. المسمار ربط البليته السفليه باللي فوقيها اللي هي عكسها، وبعدين ربط الوسطانيه بالعلويه خالص. يبقى المسمار عند منطقتين، لما يحدث انهيار في القص هقدر اقول له الكيو بتساوي ايه؟ هي العلاقه قدام اهي، اقول له ايه؟ الكيو بتساوي بي على 2 اريا، اللي هي كام اريا؟ ال 2 اريا للمسمار. اوكي؟ طب كويس خالص. يبقى دي حاله شد ولا مش شد؟ حاله شد. طب لو حاله ضغط، لو انا عندي كتفين تو ابارتمنت كده، اللي هو بقى الفجر اللي على اليمين او الشكل على اليمين، وعندي باثر بقوه ضغط اسمها ايه؟ بي، والمقاوم تحت او رد الفعل تحت على كل ابارتمنت مني ايه؟ بي على 2 وبي على 2، عملت عليهم دوائر اهو، يبقى انا اثرت بقوه ضغط على العنصر اللي بين تو سبورت دول او تو ابارتمنت دول، وركزت عليه بحمل ضغط من علوي اسمه بي، والمقاومه هنا بي على 2 وبي على 2 للسبورتس دول او للركستين دول او للدعامتين دول. تمام خالص. الانهيار هيكون فين؟ القص هيكون فين؟ او التاثير هيكون فين في القص؟ هيكون عند المكان اللي انا اعلمه حالا اهو، ده وده. كويس كده. مقطع مستعرض للعينه، مماس المقطع المستعرض للعينه المؤثر عليها. طب وفي الحاله دي كيو برضه هتساوي كيو على تو اريا؟ بس التو اريا دول ايه؟ الاريا هنا فين؟ مش اريا مسمار، مش باي دي سكوير على 4، لا ده هتبقى ايه في بي. يعني الاريا موجوده في الحته دي، الاريا اهيت. تمام. الاريا هنا هتساوي الايه؟ الارتفاع اللي قدامي دوت في البي، اللي هو ايه؟ العمق بتاع الكتف. اسف. اللي هي في البي دي. اوكي. يبقى الاريا هتساوي A في B، الاريا الواحدة، بس ده انا عندي 2 اريا، وهتتبع نفس العلاقة اللي هي عندي البي على 2 اي على بي. يبقى ده قص مزدوج ليه؟ علشان الانهيار لما بيجي يحدث اثناء التأثير بيحدث في منطقة قص مماس للمقطع المستعرض، وبتكون في منطقتين، عشان كده 2 اريا، وبنسميه قص مباشر مزدوج. يبقى زي ما عملنا في المفرد بتأثير قوة شد أو قوة ضغط أو قوة تؤدي إلى شكل التأثير بقوة رأسية زي دي اللي هي تؤدي لشكل عزم، بس الانهيار حصل عن طريق القص في منطقة التماس ما بين الكنتليفر والوول أو العمود اللي ماسكها، فقلنا دي كلها حالات قص مفرد. عندي في القص المباشر المزدوج نفس الكلام، لما أثر بقوة شد عملت لي انهيار في عند المسمار في منطقتين، وقلنا إجهادات الانهيار هنا أو إجهادات المؤثرة إجهادات قص مباشر مزدوج، وفي حالة الضغط نفس الكلام، إجهادات برضو قص مزدوج، إما تأتوا عند منطقتين يبقى بنسميه قص إيه؟ مزدوج. وإجهاد القص المزدوج بقى بيساوي إيه بقى في الحالة دي؟ هنشوف أهوت. إجهاد القص المزدوج بيساوي قوة القص، هي قوة القص مقسوم على إيه؟ على المساحة المقاومة لهذه القوة، والمساحة المقاومة هنا هتبقى كام؟ 2، هي 2 اهيت، 2. اوكي؟ فألقبت بأنها قص مباشر مزدوج. تمام يا شباب؟ تمام. تالت نوع وهو اسمه القص الايه؟ الثاقب. القص الثاقب. وهو معناها فيها ثاقب يعني ايه؟ تخيل كده ان انا عندي بلتة زي الشكل اللي قدامي ده، برضو نجيب قلم ولا حاجة. لو انا عندي بلتة واضحة زي اللي قدامي كده في الفيجر دوت، والبلتة دي اثرت عليها بقوة بي من فوق اهيت، انا علمت عليها اهيت، القوة دي اسطوانية التأثير، واثرت بدء بالبلتة دي، يعني انا مديلها مجال لان اعمل لها ثقب. طب لما اجي اثقبها او اثر بالتاثير العلوي ده،
القوة المؤثرة على السطح العلوي يا دكتور هتبقى ايه؟ اكيد قوة ضغط، لان قوة ضغط باينة قدام ايه؟ نازلة عمودية على هذا المقطع المستعر. لكن وهي بتنزل وعملت قص، عملت بانشنج في ايه؟ عملت قص للاسطوانة التأثير، فأثرت فين؟ أثرت هنا وأثرت هنا على الجنب ده والجنب ده. لكن ده كان بيبان ازاي وهو اسطواني؟ بيبان على محيط اسطوانه، فتعتبر وهي بتنزل مسكت المقطع المستعرض بشكل اسطواني، فيعتبر جابت المساحه الجانبيه للاسطوانه، عشان كده بيسموه قص ساقط. يبقى عندما تتعرض عينه للنوع ده من انواع التاثير لقوه ضغط لكي تحدث بتلك العينه ثقب، اهو شوف لكي تحدث بتلك العينه ايه؟ ثقب. يبقى انا اثرت بقوه ايه يا شباب؟ بقوه ضغط. ولكي تحدث ثقب بالعينه كما موضح بالشكل اللي احنا اتكلمنا فيه، هذه العينه تنكسر تحت تاثير ايه؟ اجهادين. اي الاولاني منهم ايه؟ الاولاني اسمه ايه؟ اجهاد ضغط. ده بيعمل ايه؟ بيؤثر على مقطع مساحه المقطع المحمله من فوق خالص، هنا على السطح العلوي بتاعي. وفي الحاله دي بنقول له ايه؟ السيجما كومبريشن. بقول له ان السيجما كومبريشن هنا، تمام؟ ان السيجما الاولانيه دي هنسميها سيجما ايه؟ كومبريشن. بتساوي ايه؟ بتساوي بي على الاريا، قوه على الاريا. بس الاريا انهي؟ الاريا اللي حملها بالتاثير، باي دي سكوير على 4 اللي هي الدي بتاع التاثير. طيب اجهاد القص هيكون فين بقى؟ انما اجهاد القص يؤثر على الايه؟ انا قلت على ايه؟ على الجانبي اللي انا لسه معلمه من شويه، اللي هي المساحه الجانبيه لمحيط مقطع التاثير. فلو كان التأثير اسطوانة يبقى المساحة الجانبية للقرص المثقوب أو الاسطوانة المثقوبة، مش ماشي؟ يبقى تعتبر المساحة الجانبية للقرص المثقوب. ويسمى إجهاد القص بالحالة دي إيه؟ إجهاد القص الثاقب. ماشي؟ طيب يبقى الكيو أو زي ما كنا بنقول السيجما شير هتساوي إيه؟ قال هتساوي حمل المؤثر اللي هي البي، او يا سيدي زي ما احنا بنقول كابتر كيو، لان هي دايما هتاثر لتحت بقوه قص على السايد اريا. السايد اريا في الحاله دي هتساوي ايه؟ باي دي في السمك، باي القطر في السمك بتاعي، باي دي سمك محيط السايد اريا بتاعتي اللي بشتغل عليها. يبقى ده كام نوع دلوقتي؟ 3 انواع. يبقى انا التاثير القص عندي المباشر ينقسم الى 3 انواع: قص مفرد، قص ساق، قص مزدوج، قص ثاقب. والثلاثه بيتكلموا على قوه على اريا، قوه على اريا. الـ3 انواع من انواع ابسط انواع القص، وزي ما قلنا ان كانت تطبيقاتهم العمليه قليله لكن بنسبه كبيره بيكون بيعنينا دراسه تاثيرها، والكلام ده هيبان معانا كتير في حل الشتات او المسائل اللي في الشيت اللي فيها النوع ده من المسائل، بتبدو بسيطة جدا في الحل، وفيها العلاقة الوضعية اللي بنحسب عليها القيم بتاعتنا هتكون بسيطة خالص، لان احنا بنقول كيو سمول او اجهاد القص بيساوي بي على الاريا المقابلة بالتأثير، ان كانت اريا واحدة فبنسميه مفرد، ان كانوا اريتين بنسميه مزدوج، ان كان ساقب بناخد على السايد اريا المؤثرة عندي. اختبارات النوع ده من انواع القص المباشر بتجرى ازاي معمليا؟ اختبار القص المباشر للمعادن لا تنص عليه المواصفات الكلاسيه كاختبار قبول او رفض للمواد، الا انه في بعض الحالات الخاصه مثل المعادن التي تعمل في المنشا كمسامير للبرشام او كاداه توصيل اجزاء المنشات والماكينات بعضها يقع عليها قص مباشر مفرد او مزدوج، وذلك لان المعادن وخصوصا المطيله منها يكتفي فيها باختبار الشد لتعيين خواص المعدن. واحنا شفنا الكلام ده، المواد المطيله قلنا القبول لها اصلا في ايه؟ اجراء اختبارات الشد، لما قلنا بنعين الشد عن طريق اجهاد الخضوع او اقصى اجهاد او المنطوليه بتاعته. ماشي؟ يبقى يكفي في اختبار الشد تعيين خواص المعدن بدقه، وهذا لأن كسر المعدن في الشد
بسبب ضعفه في تحمل القص، اي ان مقاومه الشد للمعادن المطيله تستخدم المقارنه بين المعادن في مقاومه القص فقط. يبقى انا عن مقاومه القص، حيث ان مقاومه المعادن المطيله للقص اقل من مقاومتها للشد، وهي بتساوي كام؟ 8 من 10 من مقاومتها للشد. كما يلاحظ ان المعادن القصف ضعيفه في مقاومه الشد عن مقاومه القص، حيث ان المواد القاصفه تنكسر عند قوى الشد لان مقاومتها للمواد لمقاومه تلك المواد للقص تساوي 1.3 من مقاومتها للشد. لذلك فانه ليس من الضروري اجراء اختبار القص المباشر على المواد القاصفه. يبقى اختبار القص مش ضروري للمواد المطيره ولا مواد القصف، ولكن بنعمله ليه؟ ولكن يمكن اجراء اختبار القص المباشر للمواد المعدنيه المطيله بتعريض العينه لقوه شد او ضغط تسبب فيها قص مباشر مفرد او مزدوج او ثاقب حسب الغرض المطلوب من الاختبار، وذلك كما يتضح بالاشكال الاتيه. اللي هو ايه؟ لو انا عايز اعمل قص مفرد بجيب عينتين كده واعمل فيهم ترابط زي ما احنا شايفينه كده، مسمار، واثر بفك الماكينه بالتاثير من فوق بقوه ضغط، هتعمل لي انهيار فين؟ اهو لو احنا جبنا الالم بتاعنا هتعمل لي انهيار في المنطقه دي، او التاثير هيكون في المنطقه الوسطى دي. تمام؟ وده بيسميه قص مفرد. لو عايز يجريها بشكل تاني اللي هو المزدوج بيبان الانهيار في الحتة دي والحتة دي، او المنطقتين اللي انا بعلمهم بتاعت الترابط ما بين القوى المركبة، ما بين يعني التلاتة ركائز والمسمار الرابط بينهم. شكل مقطع الكسر في النوع ده من العينات بيكون بالشكل اللي انت شايفه ده، منطقة ملساء ناعمة خالص ومنطقة خشنة، مش زي ما كنا بنتكلم مثلا في الشد كنا بنلاقي مساحة المقطع من الداخل خشنة شوية، ده عن طريق الانفصال بالشد والأطراف كان بتبان فيها انزلاق. أما ده بيبان جزء كبير من المقطع المستعرض بالانهيار بيكون أملس والجزء الباقي بيكون خشن. يلاحظ ان مقاومه القص المباشر لا تعبر عن القص الخالص للمعدن المختبر، طبعا ما تعبرش لان القوى المؤثره ما بتكونش محوريه قوي. ليه؟ لان القص المباشر يعرض المقطع الى قص مصعوب بانحناء صغير وليس قص خالص، كما في اجهاد القص المباشر افترض في تعيين ان قوى القص موزعه بالتساوي على جميع نقاط المقطع المعدن المختبر، وهذا ليس صحيحا تماما ولكن في شيء من التقريب. لذلك فان الخواص الميكانيكيه في القص لا يتم تعيينها في اختبارات القص المباشر، وانما يتم تعيينها امتى؟ في اختبارات القص الالتواء اللي هو اخر نوع من انواع القص. نقول عندنا ثلاث انواع، قص مباشر وقص انحناء وقص التواء. يبقى قص المباشر ما نقدرش نتحتم، مع انه سهل وبسيط، ما نقدرش نتحتم فيه ونقول ان هو قص خالص. ليه؟ عشان محورية التأثير على المقطع المستعرض للعينة. اوكي يا شباب، وكده قد نكون انتهينا من المحاضرة الاولى في القص. القص كبير مش هنقدر نخلص محاضرة واحدة، وان شاء الله نستكمل في المحاضرة الجاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.